إسرائيل اللي يقرأ تاريخها من يوم ما بدأ يقول يا إسرائيل يلاقوها ماشية بخطط بتتنفذ، واللي يقرأ تاريخ العرب يلاقيهم ماشيين بشعارات وهتافات وبيروحوا يناموا. طيب موشى ديان زمان قبل الهزيمة 67 بسنتين ثلاثة كده كتب كتاب، معرفش موشى فين، وبعدين كان متخيل فيه السيناريو اللي هيحصل في 67 وكيفية دخول وضرب الطيران على الأرض و 24 ساعة يبقى على ضفة قناة السويس. ففي واحد قبله قال له يا راجل انت بتنشر الكتاب ده حد يقراه؟ طيب ده انت خطتك عريانة قدام الناس يعني. قال له مين اللي يقرأ؟ قال له العرب. قال له لا العرب ما بيقروش، احنا ما بنقراش، وهم من اواخر القرن ال 19 1800 شوية هم بيحضروا لدولة اسرائيل في المنطقة، ودي اول دولة في التاريخ تقام على اساس ديني. اليهود ليسوا عرق ولا جنس، هم من جميع اجناس الدنيا اتلموا وعملوا وطن على اساس ديني. ويجي يقول لك قانون معاداة السامية، يعني انا لو قلت اي حاجة على اليهود معرفش ازاي اخويا قدروا يوصلوا يعملوا القانون ده، زي برضو بتاع الهولوكوست. قال لك اللي يقول الهولوكوست دي يعني كانت مبالغ فيها ولا مش بتاع يخش السجن، برضو ازاي قدروا على العالم كله يعملوا ده؟ بصراحة جبارين. اللي اتحصل في 67 انا خايفة ومتوجسة. مناحم بيجن لما جه والوحيد اللي ضحك عليهم السادات وعرف القوى الدولية رايحة فين، وامريكا ناوية تفرض هيمنتها على العالم، وروسيا بالسلامة بتقول سلام عليكم وبتتكل على الله دلوقتي تتفكك، ولحق اخر لحظة. هي روسيا اساسا من قبل ما نحارب 93 كانتش عايز تدينا قطع غيارات غير سلاح ولا بتاع، وكانت شكلها كده ايه بتجيب زيت يعني. مناحم بيجن لما جه في مينا هاوس ايام اتفاقية كامب ديفيد، جدودي والله اللي بنوا ده. طبعا اللي بنى الاهرام عصر الدولة القديمة كان 2400 تقريبا قبل الميلاد، يعني ما كانش الاختراع اليهودي نزل لسه في الاسواق ولا في عبد العزيز حتى. انما الرمي البلا على التاريخ يقول لك اصل احنا كنا مضطهدين، هم ما كانوش مضطهدين ولا حاجه، ولا يمكن لو كان الهرم يتبني الملوك يوافقوا على ان اليهود يشتغلوا فيه، لان هم كانوا يعني مرتبه اقل من المواطنين في مصر. وقبر الاله اللي هو المفروض انه الهرم ده ما يشتغلش فيه ابدا، الناس مش مصريين ما ينفعش. لما جم قالوا بقى رمسيس عذبنا وبتاع في قريه رمسيس وساقهم بالكرابيج، مش كرابيج ولا حاجه، هم كانوا بيشتغلوا في البنى بس مش بنى المعابد ولا بنى الاماكن المقدسه، يبنوا كده الايه مدينه كده طوب اللبن، يعملوا لهم يطلب منهم يعملوا كم الف طوبه في اليوم. انما عشان انت ليس لك تاريخ وليس لك جذور فقمت ملطش حته من هنا من الحضارة السومرية وحتة من الحضارة الأشورية وحتة من الكنعانيين والإله بعل مش بتاعهم، خدوه في فترة من الفترات، وحبة من حضارة العراق وحبة من حضارة المصريين، وراحوا لمين الليلة وبقى ده تراثهم. إنما رغم أن تراثهم ضعيف مفيش تاريخ ليهم، إنما اللي بيقولوه بيتنفذ.